حرب الاستنزاف إلى متى؟ مصطلح ثالث يدخل في توصيف الحرب الدائرة منذ 27 أكتوبر من العام الفائت، إنه مصطلح حرب الاستنزاف، وهو يأتي بعد مصطلحي طوفان الأقصى وحرب الإسناد والمشاغلة. يأتي المصطلح الثالث كنتيجة حتمية لما آلت إليه الحرب مع اقتراب انتهاء شهرها العاشر، وإذا كانت حرب طوفان الأقصى قد اقتربت من نهايتها حيث لم يبقى سوى مدينة رفح، فأن حرب الإسناد والمشاغلة كأنها فقدت وظيفتها، وبالتالي الحاجة إليها بمعنى آخر، من ستساند الحرب الدائرة في الجنوب مع إسرائيل؟ هل ستساند حركة حماس؟ حماس فقدت السيطرة على معظم مناطق القطاع، وهل ما زال هناك جدوى من مشاغلة الجيش الإسرائيلي وقد سيطر على القطاع؟ يقترب حزب الله من أن يحول حرب الاستنزاف إلى حرب عبثية لا أفق لها، بات دوره يقتصر على توجيه صاليات صواريخ إلى شمال إسرائيل. في كل مرة تستهدف إسرائيل أحدا في حركة حماس أو أحدا في حزب الله، أي أن دوره بات يقتصر على ردات الفعل كأنه يقول أنا هنا. ولكن في هذه الحال إلى متى سيبقى هذا الاستنزاف؟ ما يؤسف له أن حرب الاستنزاف هي في يد حزب الله وليست في يد الإسرائيلي، الذي يقول في أكثر من مناسبة أنه لا يريد التصعيد مع لبنان، ولكن مع الذي حدث طرح إبعاد حزب الله 10 كيلومترات عن الحدود ولم يوافق الحزب، فإن الأوضاع في الجنوب ستبقى عالقة. ومن السيناريوهات المطروحة أن تحصل ترتيبات في الجنوب، وهذا مستبعد في الوقت الراهن، أن يوافق حزب الله على التراجع 10 كيلومترات أو أكثر، وهذا ما رفضه حزب الله في أكثر من مناسبة بلسان الأمين العام لحزب الله. يبقى خيار الحرب كما شنتها إسرائيل على غزة، فهل تقدم عليها؟ في الفترة الأخيرة رفعت إسرائيل من منسوب تهديداتها بأنها نقلت ألويتها العسكرية من غزة إلى الشمال، فهل هذا التطور هو إذان بتحويل المعركة إلى حرب؟ كل المؤشرات والمعطيات تدل على أن لا حرب في المدى المنظور، لأن إسرائيل لم تستنفذ كل أوراق الضغط، وبعد 10 أشهر على حرب الإسناد والمشاغلة تأكد لها أن حرب الاستنزاف موجعة لحزب الله ويحتاج إلى من ينزله عن شجرة المكابرة.